هو مرض، هو مرض مخاطر ومؤذي، ولا سيما فئه النساء، لان المشكل ديال مرض الثدي من 40 سنه الفوق تخصهم يديروا لي زاناليز ويديروا كذا يديروا كذا. فاذا المفروض على الدوله انها تحمل، نقولوا من ناحيه الدوله انه حتى القطاع الخاص، القطاع الخاص اش يساهم فيما يتعلق بالتغطيه الصحيه ولا السرطان؟ ما تيدير والو. اذا المهم اذا كان هناك، نقولوا بان هناك تعاون بين الدوله وبين القطاع الخاص، احنا مثلا نشوفوا المبادره ديال جلاله الملك فيما يتعلق بالقضيه ديال هذه، علاش لم يكن هناك مبادره اخرى فيما يتعلق بالقطاع الخاص والابناك والمؤسسات اللي هي تساهم الى جانب الدوله، وتكون الدوله انها تجبر الابناك وتجبر المؤسسات وتجبر كل شيء على اساس انهم يتحملوا المسؤوليه. ما تخليوش المغاربه بالسرطان كل شيء مريض كل شيء مليح. شير مولاي عبد الله لوبيتال دي مولاي عبد الله، واش شي مولاي عبد الله كيدير مليحين هناك؟ بمناسبه اليوم العالمي للسرطان، اولا اتمنى الشفاء لكل المرضى في جميع انحاء العالم. ثانيا اتمنى ان تدخل هذه الانظمه في محاربة هذا الداء بما تكتسبه من مؤهلات ومن مقومات ومن ماديات، وأن لا تبخل على أفراد شعبها بتوفير هذا الدواء لهذا الداء. راه هذا المرض هذا ماشي عيب أو عار، هذا وباء كيتسلط على الناس وكيمكن له يتعالج اذا تم التشخيص ديالو في الوقت المناسب. والرساله ديالي اننا نحاولوا ما امكن نبتعدوا على كل ما هو مسبب لهذا الداء، من بينها المعلبات ومن بينها المشروبات الغازيه ومن بينها العديد من المأكولات والمشروبات اللي تعودنا عليها منذ الصغر. الآن خصنا نفيقوا ونحبسوها باش نحبسوا هذا الوباء ونديروا له حد إن شاء الله. بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، كان لقي نداء كبير، الدرجة الأولى الناس اللي مسك عليهم الله يساهموا في هذه المسألة، وشوية ديال لاروشيرش سيونتيفيك حتى هي يساهموا فيها، لأن هي اللي كتنفع كل شيء. عندي واحد الميساج للدولة بأن تزيد الاهتمام ديالها بهاد المرضى، بتصايب لهم لي زوبيتو ديال السرطان الكونسير، وتزيد الاهتمامات ديالها. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.